السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم زملائي وزميلاتي الكرام. نتابع إن شاء الله في سلسلة All About Porcelain Laminate Veneer، نحكي في الجزء السابع عن الخزف واختيار الخزف الملائم لحالة الفينير اللي بين إيدينا. الحقيقة كان من الممكن أنه نحن ننتقل بعد ما تحدثنا عن أساسيات النظرية في مجال تصميم الابتسامة واختيار اللون والجلسة الأولى اللي هي تتضمن وضع خطة المعالجة، وما ذكرته من تفاصيل تتعلق فيها من خلال محاضرة خصصتها لهذا الأمر. كان ممكن الحقيقة أنتقل مباشرة للحديث عن الإجراءات السريرية، وأعني بها أخذ التحضير وأخذ الطبعة ومن ثم استلام الفينير من المعمل وعمل أزيسمنت على فم المريض ومن ثم أسمنتيشن. لكني الحقيقة وجدت أنه هناك بعض الثغرات أو نقاط الضعف لدى بعض الأطباء في ما يخص التواصل مع فني الأسنان من حيث نوعية الخزف والتعرف على أنواع الخزف الموجودة في الماركت وأيضا اختيار الخزف الملائم للحالة. هذا الشيء الحقيقة فهمه بيخلينا قادرين بشكل أكبر نفهم متطلبات كل حالة ولوين نحن بنقدر نخدم المريض أو نعالج بعض المشاكل الموجودة من خلال الخصائص الموجودة متوفرة من خلال أنواع الخزف المختلفة. فهي المحاضرة إن شاء الله والمحاضرة القادمة أيضا، محاضرتين هدون رح يسلطوا الضوء بشكل واسع وكبير على البورسلين سيليكشن بما يخص الفينير، والحديث في المحاضرة القادمة عن الجلاس سيراميك اللي هو بطبيعة الحال بكل أنواعه أساسي لعملنا ونجاح ترميماتنا من ناحية الجمالية والشفوفية. فخلونا نبدأ. بداية الأمر بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل أي استفسار بسنني تواصلكم تفاعلكم سواء عن طريق وسائل التواصل أو حتى من خلال التعليقات على الفيديو في اليوتيوب. فيما يخص البورسلين دينتال بورسلين، خلينا ناخد لمحة سريعة نتعرف من خلالها على هذا المركب الهام في عملنا نحن في العيادة. بشكل عام الخزف هو عبارة عن مركبات تتكون من جزء معدني وجزء غير معدني. الجزء المعدني عادة بيكون إما سيليكا أو بوتاسيوم أو ألومنيوم مثل الألومينا، صوديوم مغنيسيوم مثل السباينيل، وجزء آخر غير معدني اللي هو عادة بيكون جزيئة الأكسجين، وبيشكلوا معا تحت حرارة الخبز البورسلين اللي نحن بنعرفه أو السيراميك. بشكل عام في حال كانت جزيئات بذرة أكسجين واحدة مثل الأكسيد الصوديوم أو أكسيد البوتاسيوم، هون نحن بيكون أمام أملاح تفيد كفلاكسز أو كأوبيكرز في عملنا. لكن لما نحن بنحكي مع مركبات بتكون ثلاث ذرات من الأكسجين مرتبطة بالعنصر المعدني، هون نحن بصير عندنا مركبات لها القدرة لها القوة والاستقرار اللي يتيح أنه تستخدم سريريا كبورسلين بالشكل اللي نحن بنعرفه. مثال عليها الألومينا اللي هو عبارة عن أكسيد الألومنيوم Al2O3، وبالتالي فينا نقول انه هي كانها مركب بلوري غير عضوي يتشكل بين العناصر المعدنيه هي والغير المعدنيه. بشكل عام تركيب البورسلين هو قالب زجاجي واحد او اكثر من الحاله البلوريه من الكريستالين فيس. القالب الزجاجي هذا مع البلورات اللي هي فينا نعتبرها مثل الفيلر مع البيندرز والاكسايد فلاكسز بتكون لي المركب اللي نعرفه اللي هو الخزف. بشكل عام يتكون من ثلاث مركبات، الفيلدسبار والكوارتز والكاولين. الفيلدسبار هو عبارة عن مركب طيني يستخدمه بصناعة الزجاج، هو مادة خام بطبيعة الحال بيحوي ألمينة، هو بالحقيقة بوتاسيوم ألمينيوم سيليكات، ونحن اعتدنا في دراسة زمان كنا نسميه البوتاس. وظيفته الحقيقة أنه هو درجة انصهاره أقل من باقي العناصر اللي بتشكل الخزف، فهو بيفيد بأنه يعمل لي فلوبيليتي للخزف، بيساعد على أنه هو أول معدن بيذوب الصهر، فبيعمل مثل القالب الزجاجي لبعض العناصر الأخرى لما بيتم صهر البورسلين. بشكل عام نحن إذا ما نحكي كفيزيكس، كل الأملاح المعدنية الزجاجية يعني غلاس سيليكا أقل ليونة من الكوارتز تعتبر في الدسبار. بالنسبة للكوارتز بشكل تقريبا 12-25% هو السيليكون أوكسايد، هو شكل بلوري للسيليكا. نحن بعدين رح نحكي عن الفرق بين لما نقول أمورفوس وبين نحكي كريستالين وبولي كريستالين بالنسبة للبنية الميكروستراكشر للبورسلين. فالكوارتز هو عبارة عن مركب بلوري بيعطي القوة بيعطي الشفوفية، طبعا هو كريستالين وليس بولي كريستالين، ففي شفوفية بتعطي منظر جمالي وبتعطي القوة، بعكس الألومينا اللي بعدين كمان رح نحكي عنها هي ضليلة وغير تجميلية. طبيعة الحال هو درجة انصهاره عالية ما بيذوب،
لما بيمزج مع الفلدسبار، وهذا بيساعد على أنه الخزف يحافظ على شكله عند الإحماء. المركب الأخير اللي مساهم في الخزف هو الكاولين أو الطين الصيني بشكل 3-5%. هو عنده بنية بلورية عبارة عن سيليكات مقات الألمنيوم، أو وظيفته كأنه جلو بيحسن الخواص الميكانيكية طبعا للخزف قبل خبزه، مما يؤهلها لإكمال مراحل الخبز المختلفة. بشكل عام نحن المركبات الخزف حنلاحظ أنه نحن لو شفنا ذرات السيليكا وذرات الأكسجين، أنه الترابط اللي بتعمله الجزيئات هاي مع بعضها هو أما أنه يكون بشكل غير منتظم عديم الشكل نسميه أمورفوس، وهون نحن أمام الشكل الزجاجي، أو أنه يكون منتظم بلوري نسميه كوارتز. كل ما كان في عندي مساحات بين الجزيئات أوسع غير منتظمة، كل ما كان الخزف أكثر جمالية وأقل قوة، أقل خواص فيزيائية. فلذلك الكريستالين مثل الكوارتز هو قوي وجميل، في حين مثلا الزجاج هو جميل في عنده شفافية ولكن أقل قوة. أما لو كانت هاي البنية البلورية تراصت أيضا بشكل بأشكال أخرى، يعني صار عندي مجموعة من الكريستالين مصفوفة بطريقة غير منتظمة، هون نحن أمام البولي كريستالين، هون صار في عندي بنية قوية جدا وغير تجميلية، لأنه ما عاد في عندي أي سبيسز بين الجزيئات تتيح الشفافية اللي بتعطي جمالية للبورسلين. فمثل ما لنا شايفين الكيوبيك هون ستراكشر للبولي كريستالين هي بنية قوية لكن غير جمالية، في حين مع الأمورفوس بتكون نحن عندنا البنية البورسلين أكثر جمالية وأقل قوة. والحقيقة أنه هاي السبيسز اللي بين الجزيئات في الجلاس سيراميك هي اللي بتتيح لنا إمكانية الانفلتريشن لمركبات أكثر تعطي القوة لهي الأنواع من الخزف مثل الألومينا مثل السباينل وغيرها. إذا بدنا نحكي نحن كخواص للخزف بشكل عام ما بين إيجابيات وسلبيات، نحن بنعرف أنه الخزف من أهم ميزاته اللي بتخلينا نحن نفضله كخيار أول بالنسبة للتجميل خلال الفينيرز هو الخواص التجميلية العالية، قساوة العالية. وإن كانت القساوة العالية بننتبه أنه تحمل سلبية في طياتها لأنه بتؤدي لسحر الأسنان المقابلة. أيضا هو يعتبر متوافق حيويا مع النسج حول الثوية، أيضا هو عازل حراري إلى حد ما. المعامل الحراري للعزل هذا نحن نحكي عنه فيما بعد، لأنه بيعطيني أو إله دور باختلاف حتى أنواع الخزف عشان موضوع اللايرينج، وسواء أنه هو يكون لايرينج على الزيركونيا أو على الميتال أو على باقي أنواع الخزف. أيضا في عنا مقاومة انضغاط عالية تعتبر بشكل عام إله، حنحكي عن هاي القيم وعن أنواع البورسلين سواء اللي هي عالية المقاومة أو الفليكس ريستينكت بشكل عام مثل الزيركونيا، أو اللي معتدلة مثل الليثيوم سيليكات، أو حتى اللي تعتبر أقل نوعا ما خفيضة مثل الفلدسبار. من مساوئه هو المارجنال أدابتيشن. بطبيعة الحال إذا بنقارنه نحن من ناحية المارجنال أدابتيشن فهو أقل من الميزان ريستوريشنز، وهنا نحن كمان حنلاحظ أنه المارجنال أدابتيشن بيختلف حتى بين أنواع الخزف مختلفة، حتى أحيانا بين أنواع الخزف نفسها. فعلى سبيل المثال البريس ليثيوم ديسيليكات الإيماكس هو أكثر مارجنال أدابتيشن منه مع الليثيوم ديسيليكات المعمول بالكادكام. أيضا بالرغم من أنه هذه السلبية قلت إلى حد كبير مع التقنيات الحديثة وإمكانيات الخزف الآن بأنه تكون تعطيني جمالية وقوة بسمكات قليلة، لكن لا يزال يعتبر يتطلب إلى حد ما إزالة أكبر من الأسنان. وأيضا هو عنده مقاومة صدم ضعيفة كنا بنعرفها. البورسلين بطبيعة الحال هو بريتل ميتيريال. نحن بالنسبة للخواص المتعلقة بالدينتال بورسلين، يعني أهم الخواص اللي نحن ممكن تعنينا في العمل هي الكيميكال استابيليتي. طبعا من أهم خواص البورسلين أنه هو مستقر مقاوم للتآكل بعكس بعض أنواع الخلائط اللي كانت تستخدم حتى ككور تحت الدينتال بورسلين، لكن هو قابل للإيتشينج مع الحمض فلور الماء أو الهيدروفلوريك أسيد. بالنسبة للنقلية الحرارية منخفضة، وهذا أمر مهم طبعا ومهم نحن نعرف حتى النقلية الحرارية وتوافقها مع مادة الكور. لما نحن نعمل فينيرينج لازم تكون في هناك توافق كوفيشينت أوف ثيرمال إكسبانشن، مهم أن يكون في توافق.
بالنسبة لمعامل المرونة هو مهم جدا، لأنه بيعطي فكرة عن مقدار الجهود اللي راح تتطبق أو تنتقل إلى السن عبر الماتيريال اللي عم نستخدمها. ومن هون نحن مثلا في لما بنشتغل على الإندوكراون بنفضل مثلا نشتغل الهايبريد سيراميك، لأنه فيها مرونة أعلى وبالتالي إمكانية حدوث كسر في قاع الحجرة أو قاع السن بيكون أقل نظرا لامتصاص القوى عبرها. بالنسبة للهاردنس كلنا بنعرف انه الهاردنس طبعا تتفاوت الدينتال سيراميك حسب نوعها، ممكن توصل ل 460 بحسب كنوب. والحقيقة إلى علاقة الهاردنس بمقدار سحل السن المقابل وأيضا بالبريتلنس أوف أو القصافة أو هشاشة الخزف. بالنسبة للفليكسرال سترينث مقاومة الانحناء، مقاومة الانحناء هي الحد الأعلى قبل حدوث الانحناء والكسر عند تطبيق قوة على ذراع مستند إما على نقطتين أو ثلاث نقاط حسب طبيعة الاختبار، وهو الحقيقة اختبار معتمد في اختبار أو تحقق من قوة أنواع الخزف المختلفة. حنشوف مثلا أنه الفروق هاي على مستوى الفليكسرال سترينث أو قوة الانثناء هي اللي بتعطي إلى حد كبير السلوك السريري لمجموعة من المواد اللي نستخدمها وحتى لطريقتنا في الاختيار. مثلا انواع مثل الخزف الفلدسباث اللي عالي الجماليه راح نشوف انه مقاومه الانثناء في قوه الانثناء 60، مع اليوسايت رينفورسد سيراميك راح نشوف انه بتطلع ل 130، بتوصل مع الايماكس مع الليثيوم دي سيليكات ل 350 ل 500، بتوصل مع الزيركون الشفاف مع الكيوبيك زيركونيا 600 ل 900 ميجا باسكال، وبتوصل مع الزيركونيا المعدله باليتيريا الى 900 وحتى الى 1500 ميجا باسكال. ف كل ما زادت القوة مثل ما قلنا بتقل الخواص الجمالية. طبعا هاي المقدمة اللي حكيتها هي بس مشان نوصل لموضوع التصنيف، ومن خلال التصنيف أنا هدفي أنه نفهم أنواع الخزف المختلفة قبل ما ننتقل لحتى نحكي عن أنواع الخزف اللي بتناسبنا نحن في صناعة الوجوه الخزفية. حنشوف أنه نحن بنقدر نصنف بناء على عدة اعتبارات الخزف السني. مثلا من ناحية الاستخدامات ممكن نحن نقسم الخزف إلى خزف يستخدم خاص بالفينيرينج مع الميتال، خزف الفينير، خزف الأونلي، الإنلي، خزف الجسور الأمامية، خزف مثلا اللي بنعمل على قواعد الإكريل. فهذا بالنسبة للاعتبار هون لطريقة استخدامه. ممكن نصنف الخزف بحسب الشفوفية، فحنشوف مثلا أنه عندنا أنواع مختلفة من الخزف من حيث الشفوفية، خصوصا بالنسبة للبلاست سيراميك الخزف عالي شفوفية، HT الخزف متوسط الشفوفية، MT الخزف منخفض الشفوفية، LT أيضا هناك خزف عالي ظلالية HO، ومثله أيضا خزف متوسط الظلالي. طبيعة الحال بتم اختيار نحن بالنسبة للحالي، هذا أحد الأسباب اللي حبيت يعني أحكي عن البورسلين سيليكشن بالنسبة للفينير، هو اختيار الشفوفية الملائمة للحالي، وهذا أمر تحكم عدة عوامل حنحكي أكثر عن هذا الأمر مع تقدم السلسلة إن شاء الله. بالنسبة للتايب ممكن نحن نقول أنه عندنا مثلا خزف الفلدسبات، خزف الألومينا اللي يستخدم ككور، الخزف المقوى باليوسايت، الخزف هو خزف زجاجي infiltrated by ألومينا أو infiltrated by spinel أو مثلا السيليكا جلاس اللي بنعرفه، وأيضا أنواع أخرى حسب درجة الانصهار أو درجة الذوبان الفيوزين temperature. راح نشوف في أربع أنواع للخزف، عندي الهاي فيوزنج تمبريتشر بورسلين بينصهر بدرجه حراره 1300، والميديوم من 1150 ل 1300، واللو من 850 ل 1100، والفيري لو او الالترا لو اقل من 850. حسب البروسيسنج طبعا هون نحن عم نحكي عن طريقه البروسيسنج للبورسلين، حنشوف مجموعه من الانواع. مثلا عندي خبز السينترينج اللي بنعمل بطريقه الخبز اللي بنعرفها انه هي نحن بنعمل الكلي السلاري البودرة والمي وبنعمل لها تسخين بالفرن وبتنقل السنترينج. عندنا أيضا طريقة الكاستينج بروسيسينج بطريقة الكاستينج اللي نحن بنعملها مثل كان زمان مع ديكور طريقة السليب كاستينج. أيضا عندي الماتشينينج سواء بطريقة الكاتكام اللي بنعرفها أو بطريقة الكوبي ميلينج اللي كانت القديمة اللي كانت تعتمد على النسخ. أيضا هناك عندنا الجلاس انفلتريشن اللي هي نحن بنعمل سينترينج للبورسلين بشكل جزئي وبعد هيك بيتم حقن الجلاس. أيضا عندي مثلا الهات ايزوستاتيك بروسيسينج وغيرها.
بالنسبة للستراكشر نحن بنميز بين الأمورفوس اللي هي مثل ما قلنا العلاقة بالبنية الجزيئية أو الميكروستراكشر للسيراميك، سواء الجلاس سيراميك بيكون أمورفوس بيكون بخصائص بصرية عالية، خصائص ميكانيكية منخفضة، والكريستالين أرنجمنت للجزيئات بتعطيني بنية قوية أقل جمال، والبوليكريستالين هون هي بنية قوية جدا وبخصائص بصرية قليلة أو شحيحة. بالنسبة لللايرنج نحن بدنا نميز بين نوعين، إما أنه نحن يكون عندنا كور وفوقه نحن بنعمل الفينيرينج مثل مثلا كور ألومينا أو كور إيماكس وبنعمل الفينيرينج مثلا بالفلدسبات أو باليوسايت، أو أنه نحن نعمله مونوليثيك مثل الزيكونيا مونوليثيك مثل الليثيوم ديسيليكات مونوليثيك. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. من الأشياء أيضاً اللي مهم نحن كمان نعرفها بالبروسيسنج هو أنه نحن نعرف أنه دائماً نحن لما بنشتغل على البريس بطريقة البريس اللوست واكس، فنحن بنسمي البورسلين إنجوت، ولما يكون في عندي طريقة الكات كام فبنسميها بلوك. فهذا مهم جداً أنه نحن نعرف مع البريس إنجوت ومع الكات كام بلوك. للتسهيل نحن بعد ما أعطينا هالمقدمة للخزف خلينا ناخذ ملخص او تصنيف يكون اكثر وضوحا بالنسبه لنا لتعاملنا السريري. نحن ممكن نقسم السيراميك لخزف ذو اساس زجاجي، مورفوس مور جماليه اكثر جماليه. هون نحن بنميز خزف زجاجي بشكل اساسي مثل الفلدسبات فلدسباتيك، او انه جلاس بيست وذ كريستالين فيلرز اللي هي ممكن تكون اما لو اليوسايت أقل من 40% أو هاي اليوسايت أكثر من 50% عم يتم عمل إنفلتريشن، أو مثلاً أنه يتم الإنفلتريشن بالليثيوم ديسيليكات مثل الإيماكس. النوع الثاني هو غير زجاجي اللي هو كريستالين بيست وذ جلاس فيلرز. هون نحن في أساس زجاجي مقوى ببنية بلورية مثل الألومينا مثل الألومينا الزيركونيا مثل الألومينا المغنيزيا اللي هي السباينال، وأما أن تكون بوليكريستالين مثل الأكسيد سيراميك مثل الزيركونيوم أكسيد زيركونيا أو الألومنيوم أكسيد الألومنيا. وهيك نحن بنقدر نعمل أكثر تصنيف أكثر سبيسيفيك، أنه نحن نقول أنه نحن عندنا نوعين من الخزف، خزف سيليكات أو خزف زجاجي مثل ما قلنا 60-70% في الدسبار بنسميه في الدسباثيك أو جلاس سيراميك، قد يكون ليوسايت رينفورسد إما بكمية كبيرة أو بكمية منخفضة، والليثيوم ديسيليكات، وعندنا الفلورو أباتيتيك جلاس سيراميك مثل السيرابير، أو أنه يكون أوكسايد سيراميك. هون الجلاس كونتينت فيري لو، ممكن أنه يكون انفلتريتد يعني الجلاس ضمن الباودرز مثل ما حكيت في المقدمة يتم حقن البارتيكلز اللي بتعطي القوة مثل الألومينا أو السباينل أو الزيركونيا حتى، أو أن يكون بوليكريستالين يعني هو أكاسيد للألومينيوم أو للزيركونيوم واللي هي الألومينا والزيركونيا. كخلاصة نحن رح ندرس في محاضرة القادمة التصنيف البسيط التالي: الخزف ممكن تقسيمه إلى نوعين، خزف زجاجي بضم الفلدسباث بضم اللوسايت بضم الليثيوم ديمسيليكات، أو أنه يكون أكسيد سيراميك بضم الألومينا والزيركونيا. المحاضرة القادمة رح نحكي عن الجلاس سيراميك الخزف الزجاجي، لأنه الخزف الزجاجي هو المادة الأكثر جمالية واللي هي أكثر ملائمة لنستخدمها في تصميم الابتسامة وصناعة الوجوه الخزفية. فحندرس الأنواع هاي الثلاثة وشو أهم أشهر ما هو موجود في الماركت، وبرضه رح ندرس بعض التصنيفات اللي هي ممكن تكون أكثر عمق ضمن هذا التصنيف. حنشوف مثلا انه الليثيوم ديسيليكات، في ليثيوم ديسيليكات سيراميك مثل الايماكس، وفي زيركونيا رينفورسد سيليكات سيراميك سيليكات سيراميكس مثل مثلا السوبرينيتي. ايضا هناك صنف جديد من البورسلين فينا نعتبر انه قد يكون له استخدام اكثر في قادم الايام اللي هو الريزين ماتريكس سيراميكس، اللي هو اما يكون هايبريد او انه هو ريزين بيست سيراميك، يعني معناه هو سيراميك بشكل اساسي مع اساس راتنجي او ريزين بيست سيراميك. إلى هذا الحد رح أتوقف، تنتهي محاضرة اليوم اللي هي محاضرة فينا نعتبرها مقدمة لحتى ننطلق بالحديث أكثر عن الجلاس سيراميك، ونحكي عن يعني كيفية اختياره، فروق بين الأنواع اللي نحن حكينا عنها،
وشو اللي متواجد في الماركت، شو بيحقق لي كل منها من فوائد وخواص تناسب الحالات السريرية المختلفة. فنلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.